سلطة البطاطس بالمايونيز من السلطات اللي دايما بنفضلها مع الكولسلو، طبعا من ضمن مجموعة السلطات اللي بتتقدم لنا في المطاعم، ودي الوصفة اللي هنعملها النهاردة. بس أهم من ده كله، يلا نصلي على النبي ونقول بسم الله ويلا بينا. معايا 3 بطاطسات بسلقهم 3/4 سوا مية ومعلقة ملح، وأكون مقطعاهم مكعبات. وبما إني بعمل سلطة سريعة التحضير، هجيب 2 كوباية من البسلة والجزر المجمدين، وممكن كمان فاصوليا، واسلقهم في مية مغلية لمدة 5 دقايق. ويلا نعمل الصوص أو الدريسنج اللي هنغلف بيه البطاطس والبسلة والجزر. في وعاء أو بولة هنزل بـ0.5 كوباية مايونيز، معلقة خل كبيرة، معلقة صغيرة عسل أبيض، رشة ملح وفلفل أسود أو أبيض، ونقلب كويس كل المكونات اللي أضفناها. بعد كده هننزل بالبطاطس المكعبات اللي سويناها 3/4 سوا، وراها البسلة والجزر اللي سلقناهم لمدة 5 دقايق بس، ونقلب الكلام ده كله كويس جدا. واخر مكون بقى شوية لبن، لان البطاطس فيها نسبة من النشا هتمتص السوائل الموجودة، فبعوض السوائل دي بشوية اللبن من 1/4 لـ0.5 كوباية كده. بالطريقة دي السلطة هتبقى جوسي وكريمي قوي، بفضل ان هي تتقدم باردة لان طعمها وهي ساقعة لذيذة قوي قوي. جربوها يا جماعة وان شاء الله مش هتندموا، هتنبسطوا من النتائج. من السلطات اللي قريبة لقلبي هي والكولسلو، ومش بستغنى عن عمايلها في عزوماتي. بطاطس وبسلة وجزر بالمايونيز، كل حباية ماسكة نفسها ومش مهرية، فيها شخصيتها لانها مستوية السوى الصح ومتغطسة في دريسنج غني وكريمي وبالمقدار المظبوط الكافي. كان معكم مروة، واشوفكم مع وصفة جديدة وفي رعاية الله.